أنا اسمي لبنى قنواتي، أنا من مدينة دمشق، بس من سكان مدينة حرستاي اللي هي بتنتمي للريف الدمشقي والغوطة الشرقية تحديدا. طبعا انتقلت أنا للسكن بهي المدينة لما كان عمري 10 سنين، ففعليا يعني صرت انتمي إلها. هلا أنا ساكنة بغازي عنتاب بتركيا. صار انه نحن قبل ما تبدا الثوره كنا عم نترقب الثورات اللي عم تصير بليبيا وبتونس وبمصر، فكان في استعداد نفسي للمشاركه بالثوره لما بدها تجي، والناس مترقبه لانه يصير شيء بسوريا. الناس كانت خايفه، ما انا مصدقه انه ممكن يصير شيء. فمشان هيك لما بلشت اول حدث ثوري يعني اللي كان بدرعا، الناس كلها انتقبت ونحن كنا منهم طبعا. فلما بلشت اول مظاهره طلعت بدرعا، طبعا نحن مدينه حرستان انضمت للثوره بالاسبوع الثاني فورا، يعني بالجمعه الثانيه للمظاهرات اللي طلعت بدرعا وبدوما، طبعا على التوافق طلعت حرستا ثاني جمعه. وهون كان الشعور تبعي انا انه انا لازم شارك باي شكل. خلص الناس طلعت مظاهرات وصار في عنا ثوره مثل باقي البلدان. بلشت ادور على رفقاتي وعلى الناس اللي لانه الوضع الامني عنا خطير جدا، فكان كل الامور سريه، ادور بالسر مين اللي مشترك او حابب يطلع بالمظاهرات او يكون جزء من هي الثوره لحتى اتعاون معه. بدأ الأمر باتصالات شخصية مع أقرب الأصدقاء، يعني الأصدقاء اللي كنا نثق كثير فيهم، كنا نحسن نحكي إنه نحن بدنا نشارك بالثورة أو لا. فطبعاً كنا نسمع إنه في مناطق بيطلع فيها مظاهرات ومناطق لا، وعبر كله ناس تقول لناس، طبعاً مع الحرص دائماً إنه يكون الشخص اللي عم نحكي معه شخص ثقة. فهيك انا اهتديت لاول مظاهره كانت بمنطقه الميدان، ولما رحت تظاهرتني طبعا عبر مجموعه وشبكه من السيدات، كلهم سيده تخبر سيده لحتى حسنا نروح نشارك باول مظاهره لي. نحن كنا ننسق الجزء اللي خاص بالسيدات اللي بدهم يتظاهروا، في تنسيق كان مع الشباب طبعا عبر اشخاص كثير قليلين، هن خبرونا عن موعد المظاهره ونحن نجمع حالنا النساء ونطلع نتظاهر معهم. لانه طبعا الامور كثير بطيئه كانت بسبب يعني الامن واجهزته ومراقبته لكل الناس، فالناس كانت تخاف من انه تحكي بشكل واضح وصريح عن هذا الموضوع. كانت املنا كثير عاليه بصراحه، لانه الثورات اللي شفناها كان سقط النظام فيها بسرعه، يعني تونس بثلاث ايام ومصر ب 15 يوم وحتى القذافي ما طول، فكنا متوقعين انه هلا نحن بهذا الكم اللي عم نطلع فيه والناس كلها عم تنضم للثوره، يعني باعداد كانت كثير كبيره، كنا متوقعين انه النظام خلص حيسقط وراح يصير عندنا بلد حر وديمقراطي وحضاري وفي كل شيء بيحلم فيه الانسان انه يعيش بكرامه. لما صار في عنف وتواجهت المظاهرات من الاسبوع الاول خلينا نقول بعنف، وصار النظام كل ماله يزيد درجه العنف اللي عم يعامل فيها المتظاهرين السلميين، بلشت الناس شوي شوي تحس الطريق صعب، الطريق أطول. بعدين صار في سلاح لأنه الناس اضطرت تدافع عن نفسها، فكمان كل ما الناس صارت تشوف إنه نحن عم نطول أكثر وأكثر، وصلنا لمرحلة صار في معارك بين الثوار وبين النظام، وبعدين تأسس شيء اسمه الجيش السوري الحر، وصرنا خلص يعني عنا فصيل مسلح يدافع عنا. هون بلشت الأمور تتعقد كثير، وتعرف الناس إنه هذا الحلم البسيط أو العبارات البسيطة اللي كانوا عم ينادوا فيها إنه بإسقاط نظام صار بدها طريق أطول وشغل أكثر، وصار في دم بالموضوع، الدم ما بيروح بسهولة. يعني دافع إنه أول شيء أنا أو غيري اللي ضلينا مع الثوار والمناطق الثورية، إنه نحن جزء من هاي الثورة أول شيء،
ثاني شيء هدول الأشخاص اللي تصدوا لحمل السلاح وقرروا يحملوا السلاح كانوا عم يحملوه ليدافعوا نحن عنا اللي عم نحسن نتظاهر، يعني ضلوا فترة كتير طويلة يحملنا مظاهراتنا من هجوم الجيش عليها. فصار الوضع كالأسرة الكبيرة، ما فيك تتخلي عن أعضاء أسرتك حتى وقت يكون الموضوع كتير خطير. تماما أنا هيك بحب أوصف الحالة. يعني هلا أنا كانت شو صار حرستي بعدين؟ بين مدينتي حرستها وبين دمشق، لأنه بعد يعني 6 أشهر أو سنة من الثورة صار في احتياجات أخرى للناس، صار في احتياجات طبية وكان صارت حركة النزوح لأهل حمص على الريف الدمشقي، فصار كمان في احتياجات إغاثية. فكنت أشتغل بهذا المجال واللي هو طبعا أنا وأصدقائي نتعاون لتأمين أجار البيوت، لتأمين الأكل، السلات الغذائية للناس، لتأمين الطبابة طبعا إدخالهم من دمشق للريف اللي كان محاط بحواجز التفتيش. طبعا بعد هاي الفترة اكتشفت انه انا صار مطلوب اسمي للأجهزة الأمنية، فطبعا صرت حذرة اكثر بحركتي وبنزلتي على الشام لانه بعرف انه ممكن بأي كمين اني انلقط. فصرت ضل اكثر بمدينتي حرستها. طبعا خلال هاي الفترة انا طلعت هربت على مصر عن طريق بيروت لما خبروني انه ممكن يجي مداهمة على مكتبي لاعتقالي، ورجعت بعد 45 يوم بطريقة غير شرعية، يعني في التهريب على سوريا وقعدت بحرستها، ومن يومها ما طلعت لوقت ما طلعت نهائي من الوطن. كيف ما طلعتي؟ ما طلعتي من البيت ولا؟ ضليت بحرستها بالمدينة لحتى غادرت الغوطة، ضليت يعني أنا وصلت عليها بتاريخ 6/10/2013، غادرت بتاريخ تقريبا 17/8/2014. هلا مو بس أنا الشخصية الخطيرة والمهمة، هو أي حدا كان له نشاط مدني، يعني النظام كان يخشى جدا من النشطاء المدنيين واللي ممكن يأثروا بفكر الناس. هدول الأشخاص استهدفهم من أول يوم بالثورة. كيف اكتشف؟ لأنه عنده جواسيس بكل مكان، يعني حتى بالبلد اللي كنا قاعدين فيها ما نعرف مين اللي ممكن يكون جاسوس علينا. خدعنا بكثير أشخاص إنه كانوا معنا لفترة طويلة ويطلعوا معنا بالمظاهرات وهن بالحقيقة طلعوا جواسيس لنظام بشار الأسد. طبعا في ناس دفعوا حياتهم تمن لهذا الشيء واعتقالهم دوري أدى للموت. يعني أنا طلعت بس لحتى أحمي حالي مؤقتا، بس يعني ما قررت ولا للحظة أني أترك الثورة. فالوضع كان على الأرض يعني كتير جيد، كان الجيش الحر عم يحقق انتصارات وعم تتحرر كتير أراضي من الغوطة الشرقية. حبيت أكون بجزء بكل هذا الشيء، أكون مع الشعب. كنت متوقع أنه رح يسقط النظام قريبا، فأنا لازم كمان أحضر هذا الشيء. يعني ما بيصير يسقط النظام وأنا أكون برات سوريا ما شارك شعبي هاي الفرحة. لا، لحد هاي اللحظة ما فينا نقول إنه في حدا تغلب على حدا آخر. في مناطق هو خسر السيطرة عليها وكسبناها نحن، بس بالتالي هاي المناطق استلمناها مدمرة لأنه هو عنده الأفضلية بالسلاح الثقيل. هذا الشيء اللي نحن ما تزودنا فيه وما حدا سمح لنا بأنه نمتلكه. فبالتالي هو ببساطة عنده القدرة على الانتقام من أي حدا يعني بده إياه. فكان يستخدم القصف طبعا، واستخدم مبكرا جدا الدبابات، الغارات بالطيران. فما انتصر النظام بس وخسر كتير أراضي، بس لا هو فاز ولا لهلأ نحن فزنا. يعني لسه المعركة قائمة بين الطرفين، فما فيني أحسم هذا الجواب. الاعتقال للنشطاء، التهجير طبعا، هو هجر كتير من العقول من أول الثورة بفرض طبعا العوائق عليهم، الاغتيالات والقتل والمجازر اللي ارتكب بحق المدنيين واللي هي أرعبت جزء كبير من المدنيين. طبعا القصف وغارات طيران والحصار، هي كلها يعني من أشهر أساليب النظام لاستخدامها ضدنا. هلا الوضع سيء جدا. المناطق
في تقصير إعلامي بحقها، حتى الأرقام اللي طلعت منها أرقام كانت أقل بكثير من الوقائع الحقيقية. المناطق محرومة من كل الخدمات، ما فيها كهرباء، ما فيها ماء، ما فيها شبكات اتصال أبداً، لا أرضي ولا فضائي ولا موبايل يعني. الوقود محرومة منه حتى من الدخول إليها، ممنوع الخروج والدخول حتى إلى إلا عن طريق الأنفاق اللي حفرت مؤخراً، وهي تستخدم بحذر جداً وما في حرية للمدنيين باستخدامه. بالتالي الناس عم تعاني من الجوع، من نقص المواد الطبية، من نقص المواد الطبية، وحتى مرق أول شتاء طبعاً والثاني على الناس جوا كان قاسي جداً. الناس أكلت الخضار فقط التي تنتج من أرض الغوطة، حرمت من مادة الخبز واللي هي تعتبر مادة أساسية لدى الشعب. صار في كتير وفيات سجلت بين الأطفال وحتى الكبار السن من الجوع. طبعاً ما زال الوضع قائم لحد هلأ بالمناطق المحاصرة على هي الحالة، مع استمرار القصف بشكل دائم وتدمير ممنهج لهي المناطق فوق رؤوس أصحابها الجائعين. أنا عشت بالمناطق المحاصرة تقريباً قرابة العامين. طبعاً كل شيء أنا حكيته طبعاً هو لا يوصف بالكلام اللي هلأ تحت الأضواء عم ينحكى بهدوء. الوضع سيء جداً، لما الواحد ما يجرب يكون عنده حطب لحتى يتدفى أو لحتى يطبخ لأولاده، أو ما عنده يكون خبز ولا طحين يخبز لحتى يحسن يطعمي أولاده، وقتها بيحسن يحكي شو معنات الحصار. لما عائلات تضطر تضرب أولادها لتنام لأنه عم تبكي من الجوع، وقتها واحد بيحسن يقول شو معنات الحصار. لدرجة أنه في عمليات قيصرية صارت بدون تخدير. وأنا من الأشخاص اللي كنت أقطع تقريباً يومياً 5 كيلومتر مشي على الأقدام، لأنه ما في وقود للسيارات وما في وسائل نقل لحتى أروح على شغلي، طبعاً تحت القصف وبالشوب وبجميع أنواع الظروف القاسية. نحن ما عنا مراوح بالصيف، ما عنا مي باردة، ما عنا أي شيء من مقومات الحياة، حتى ما عنا كهرباء لما بيروح الضوء نضطر ننام بكير أو نقعد على العتمة. هاي لمحات بسيطة من طبيعة الحياة جوا بالحصار طبعاً، وهي جزء كتير كتير بسيط من اللي عم يعانون الناس. هلأ داعش بالمنطقة اللي كنت أنا موجودة فيها كانت موجودة بشكل كتير ضئيل، على شكل يعني مجموعة صغيرة كانت عم تحاول تكبر، بس تم المحاربة من قبل جيش الإسلام بوقت مبكر كتير. طبعاً كانت معركة كتير كبيرة وقضوا عليهم كلهم. ضل في خلايا نائمة موجودة بالمنطقة، الناس ما كانت تخاف منا لأنه ما كانوا عم يعملوا شيء. الوضع عنا بالجنوب مختلف تماماً كان عن وضع داعش بالشمال وتصرفاته. نحن ريف مدني، ريف تابع لمدينة يعني حضري فيك تقولي. الناس فيه عندها وعي أكبر وكانت حذرة أكثر، بس مع ذلك كان في انتماء كبير إلها لأنه هن كانوا معهم مصاري كتير، والفقر والحاجة خلى الناس تروح لعندهم. وطبعا هذا أسلوب لهلأ متبع، وللأسف كمان أحيانا عم يكون الخذلان الدولي تجاه المجازر اللي عم تصير عم يخلي الناس تتجه نحو تطرف أكثر. لما عم تشوف إنه ما في حدا عم ياخذ له حقه من الموت اللي عم تعانيه ومن الجوع اللي عم تعانيه، عم يتجهوا نحو الفصائل أكثر تطرفا اللي بيعرفوا إنه ممكن تأذي منيح، يعني تأذي كل. طبعا أكيد عندي أمل بالثورة لأنه بعرف إنه في كتير للصندوق ناس عم يشتغلوا بشكل حقيقي لحتى يبنوا سوريا، وطالما هدول الناس ونحن موجودين لحتى نبني سوريا فأكيد دائما أكيد في أمل. الوضع سيء جدا لأنه في أطراف دولية جدا كتير عم تتدخل بسوريا وما عم تخلينا نحسم المعركة. في أطراف بدها تحمي النظام وعم تنجح بأنها تطيل عمره، بس بمجرد ما سقط النظام رح تتاح لنا الفرصة أنه نرجع نبني
واكيد اكيد لو بعد ما بنعرف قد ايه بس رح يكون عنا بلد جميل ننتمي له كلنا ونفخر فيه. بتمنى انا اني كامراه كنت احسن ضل عم اشتغل ببلدي وكان في اي طرف دولي ممكن يامن الحمايه لهذا النوع من النساء اللي ناشطات واللي هن للاسف عم يطلعوا لانه ما في حمايه مامنت لهم. برايي كان الحمايه عنصر حمايه هو مطلق الي كان ممكن يامن استمرار عملي بالداخل.